طبعا قبل ما نتكلم في الظروف الاستثنائية اللي بتمر بيها مصر ومش مصر بس، العالم كله، في مكافحة وباء كورونا والإجراءات الاحترازية اللي بتاخدها مصر ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحديدا، في يعني سؤال يمكن بيطرح في أذهان الكثير من المواطنين المصريين البسطاء. ناس كتيرة ما تعرفش هي ليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إيه المهام بالضبط اللي بتقوم بيها؟ وزارة التخطيط هي وزارة انشأت 1960، وهدفها هي بتضع الخطة العامة للدولة. يعني إيه الخطة العامة للدولة؟ يعني إحنا النهاردة لازم نبقى وإحنا بنحط إحنا رايحين فين بشكل بسيط كده، أبقى عندي رؤية للطريق اللي أنا ماشية فيه، هوصل له امتى وهحقق ايه اهدافه، استراتيجيه بتاعتي. وان انا النهارده مثلا لو انا عندي مستهدفات معينه عايزه اوصل لها او اهداف معينه عايزه اوصل لها، انا عايزه احقق معدل نمو معين، هحققه في اي قطاعات، فعشان احققه في قطاع زي قطاع الصناعه، او عشان احققه في قطاع زي الزراعه، او عشان احققه في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هحققه ازاي؟ ايه الخطوات اللي لازم القطاعات دي تعملها عشان تقدر انها تصل بالنمو ده؟ لو انا عايزه اوفر فرص عمل اكتر، هوفرها من فين وهوفرها ازاي؟ النهارده الاستثمارات اللي بنوزعها هنوزعها على اي قطاعات، ووزعها باي شكل. فكل ده اللي هو بيبقى الرؤيه بتاعت الدوله، سواء كانت على المدى الطويل اللي هي رؤيه 2030، او على المدى المتوسط، سواء انا بشتغل على خطه 4 أو 5 سنين، او ان انا بشتغل على الخطه السنويه بالتعاون مع الوزارات. فاحنا بننسق دايما مع كل الوزارات ايه الاهداف اللي هم عايزين يحققوها، بنراجع المشروعات اللي هتتعمل، وبنبتدي بناء عليه بنوزع الموارد الاستثماريه على هذه الوزارات. توزيع الموازنه على الوزارات، توزيع الخطه الاستثماريه ده جزء من الموازنه، اللي هو الاستثمار العام، اللي هو الاستثمار اللي الدوله بتدخل بيه، وبالتالي بنوازن ما بين الدولة بتخش فيه كاستثمارات والاستثمارات الخاصة. جزء مهم كمان بنقوم بيه اللي احنا بنبص على منظومة الحسابات القومية في مصر والتعدادات اللي بتتم، الإحصاءات والأرقام كلها اللي بتطلع، احنا بنشرف على هذه الأرقام من الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء. فلما بيحصل تعداد سكاني أو تعداد اقتصادي، بعمل فيه تعداد للمنشآت، احنا اللي بنشرف على هذه التعدادات، وبالتالي بنقدر ان احنا نطلع بيانات بتناسب الظروف اللي احنا عايزينها، ارقام خاصه بالفقر، ارقام خاصه بمعدلات البطاله، كل الكلام ده احنا بنشتغل فيه مع الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء، وهو جهاز عريق الحقيقه، وله يعني سمعه اقليميه ودوليه كبيره. كمان بنشتغل على في التعاون مع القطاع الخاص، بحيث ان هو لو في مشاكل مع القطاع الخاص في اطار بقى دور التنميه الاقتصاديه، ان احنا دور مهم جدا للقطاع الخاص النهارده، والدوله بتدفع بالقطاع الخاص ان هو يساهم بشكل اكبر في التنميه، لان هو شريك اساسي في عمليه التنميه. فبرضه من ضمن الدور بتاعنا يعني الاضافي، ان احنا بننسق مع القطاع الخاص سواء بشكل مباشر او بشكل من خلال آلية اللي هي تم إضافتها، وهي دور رئاستنا لصندوق مصر السيادي، رئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لصندوق مصر السيادي، وهو أحد الأذرع الهامة جدا اللي احنا بنساهم فيها مع القطاع الخاص في تحقيق الاستثمارات للدولة.